في الإطار الاقتصادي أيضا في قرارات اقتصادية لدعم الصناعة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، وإجراءات اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية للتيسير على الممولين. وإحنا بنتكلم عن التيسير على الممولين لازم نتكلم عن الزحمة وعن الناس الكتيرة اللي ممكن إنها تكون موجودة داخل المأموريات، وبالتالي كان في إجراءات بيتم تنفيذها بسرعة علشان نتجنب الصورة اللي للأسف بتضايقنا لما بنشوفها على الفيسبوك، ولما الناس تبتدي تعلق عليها وتقول معقولة كده، ده الكورونا هتهرب مننا، ده الكورونا خلاص مش مصدقة نفسها من الزحمة. كل التعليقات اللي احنا بنتابعها طول الوقت دي، وهي طبعا تعليقات ساخرة من ازدحام او من اكتظاظ للناس في مكان للأسف ممكن في النهاية تبقى نتيجته سيئة على الجميع اذا ما كان في شخص واحد بس مصاب بالكورونا. ولذلك احنا مع حضراتكم هنا بنأكد على الإجراءات دي وبنتكلم عليها لأنها إجراءات مهمة علشان نبعد عن اي مشكلة ممكن تحصل لا قدر الله. الإجراءات دي بتتكلم في ايه بقى؟ بتتكلم في مد فترة تلقي الإقرار الضريبي للممولين من الأشخاص الطبيعيين لحد 16 إبريل اللي جاي إن شاء الله، يعني في مدة كده يعني أطول بكتير من اللي فاتت، وبالتالي هنا الوقت لما يزيد ممكن كل شخص يبتدي يرتب أوراقه وينظم أموره بحيث إن هو يروح في التوقيت المناسب ليه وبعيدا عن أي ازدحام ممكن في الآخر يأثر على صحته. كمان السماح بتلقي وتقديم الإقرار إلكترونيا للممولين من الأشخاص الطبيعيين بدون أي رسوم، وعلشان نكون على معرفة أكتر بالإجراءات وإزاي الممول يقدم إقراره الضريبي إلكترونيا بكل سهولة، يسعدنا أن نتواصل الآن عبر سكايب مع الأستاذ رجب محروس مدير عام البحوث الضريبية. مساء الخير يا فند. أستاذ رجب، أنا هبدأ مع حضرتك بالإجراءات إلكترونيا، إزاي ممكن زي ما اختتمت الخبر إزاي ممكن تكون الإجراءات دي فعلا فيها سهولة على الممولين وفي نفس الوقت بتساعد إن احنا نبعد عن أي صورة بتضايقنا خاصة بازدحام الناس في أي مكان؟ طبعا زي ما حضرتك أولا من الأول بنمسي على الشعب المصري كله، أهلا بيك في الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، ونرفع كل سنة حضرتك طيب إلى ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء يا رب. وطبعا بنقدم الشكر والتحية للقيادة السياسية والشكر والعرفان لأصحاب البلط الأبيض، طبعا أخواتنا وأبائنا وكل أصدقائنا. طبعا لازم إحنا طبعا كمصلحة ضرائب أو كوزارة مالية لازم بنبقى عندنا دراسة لجس نبض الشارع المصري بالنسبة للممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين. فطبعا حضرتك زي ما أنت عارفة أن موسم الإقرار الضريبي بالنسبة للشخص الطبيعي كان بيبتدي من 1/1 وينتهي في 31/3 اللي هو مارس، لكن طبعا الظروف الطارئة والانتشار فيروس كورونا طبعا مدته الفترة، شفنا مدينا الفترة من 16/4 زي ما حضرتك قلت في المقدمة. تاني حاجة أن احنا كان بالنسبة للشخص الطبيعي كان هو اختياري ان هو يقدم الاقرار الالكتروني اختياري بالنسبه له، والزام ان هو كان ممكن يقدم ورقي، لكن طبعا معالي وزير الماليه سمح ان هم نشجعهم عشان نمنع التزاحم في المأموريات ان هو يقدم الاقرار الالكتروني، ومن خلال ان احنا رفعنا عنه العبء مالي كان اللي هي الرسوم الخاصه بتاعه البوابه الالكترونيه. تمام. تاني حاجه عندنا نشر، عندنا مكتب اتصال موجود في القرية الذكية وموجود في صلاح سالم لتلقي جميع الاستفسارات من الممولين والمساعدة اليوم في آلية تقديم الإقرار الإلكتروني في أي مشكلة بتقابلهم. عندنا مكاتب إرشاد في جميع الغرف التجارية عشان نقلل الزحام، عندنا مكاتب في اتحاد الصناعات، عندنا مكاتب في المناطق الحرة، عندنا مكاتب لتلقي الإقرارات في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية ذات الطباع الخاصة، عندنا مكان اماكن في ممكن يقدم في البريد. يعني هنا احنا مسهلين بحيث ان احنا نقلل الزحام، لو هو راح المأمورية لا ازحام وهو ما فيش زحام الحمد لله، لان بمقارنه الاقرارات المتقدمه من السنه اللي فاتت لغايه النهارده لقينا ان نسبه الالتزام بالنسبه للاقرارات تعدت 90% عما هو مقدم بالمقارنه بالفتره السابقه. إذن الحمد لله يعني الموسم يعدي على خير بإذن الله إن شاء الله. بس إحنا عندنا هنا نقطة تانية يا أستاذ رجب، إنه في قرار بتخفيف العمالة للنصف تقريبا،
يعني لو ما انا ماشي انا بخمد لو ده بيتم، عايزه اعرف يعني من حضرتك ازاي قدرتوا تطبقوا القرار في ظل موسم تقديم الاقرارات، يعني هل الامور مشيت على خير؟ انا بخلي في الكلام ده فضل. انا عندي اللي بيتلقى الاقرارات يا اما اللي بيراجع شعبه اسمها شعبه الحظر والمعلومات هي اللي بتتلقى الاقرار لو هو كان ورقه، وعندي شعبه ثانيه اسمها شعبه الفحص. فانا عندي هنا النظام تبادل داخل المأموريات. أيوة. يعني بخلي نص القوه، لو انا مثلا عندي مثلا أربعة في شعبة الحصر والإقرار بجيب اثنين، ولو عندي ستة في شعبة الفحص بجيب ثلاثة، بحيث إن الثلاثة هنا بيقوموا مع الإيه؟ يعني هو الأساس إن اللي بيراجع شعبة الحصر والمعلومات. تمام. فأنا بجيب له شعبة الحصر، بجيب له شعبة الفحص بحيث يعمل يغطي العجز اللي داخل شعبة الحصر والإقرار اللي هي بتتلقى الإقرار. فيبقى القوة اللي هي هتراجع الإقرار هي نفس القوة اللي موجودة لو أنا مش مخفض العمل ل 50%، لان العمل بالتناوب، لان طبعا لازم دولاب العمل الاداري لازم طبعا يشتغل، وان احنا طبعا نجيب المستهدف من الحصيله الضريبيه، لان زي ما حضرتك عارفه ان الضرائب بتمثل 75% من موارد الخزانه العامه للدوله، وطبعا الموازنه زي ما انت شايفه بتقفل في 30 سنه. ازاي ممكن لو في مشكله يا فندم الناس تتواصل عبر اي خط لحضراتكم من غير الخط الساخن مطروح المصلحه؟ 95 الخط الساخن ايه يا فندم؟ 16 395 ممكن يتم التواصل عليه فورا اذا كان في اي استفسار، يتم التواصل لاي مشكله لاي مشكله بيتم الرد عليها مباشره، ولو مشكله هو اللي قاعد على الخط نفسه مش بروفيشن او مش متخصص بيحولها لشخص تاني متخصص وبيتم الرد عليها في ذات الوقت. طيب يعني موضوع الفاتورة الإلكترونية مؤخرا صدر من وزير المالية إلزام المسجلين بإصدار الفاتورة الإلكترونية، ممكن أعرف قبل ما أتكلم في أي حاجة الفاتورة الإلكترونية اللي احنا بنتكلم عليها دي تفسيرها أو مفهومها إيه بالضبط بشكل مبسط للمشاهد؟ بشكل مبسط إن أنا عندي من تاجر لتاجر بنسميها نظام بي تو بي، أيوه، ومن تاجر لمستهلك نهائي بنسميه بي تو سي. من بي تو سي هيجي هنا نظام ان انا هصدر فاتوره الكترونيه. الفاتوره الالكترونيه اللي نظامها هيبقى فيه وسيط في النص بيرمي الفاتوره ديت حضرتك من البائع الى المشتري، بيرميها لي في مصلحه الضرايب. يبقى انا عندي المعلومه دايركت، عندي المعلومه دايركت. ويمكن النظام ده موجود لما احنا عملنا النظام الالكتروني بالنسبه لتقديم الاقرارات الضريبيه الكترونيا. أيوة. بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فهو بيدخل لي فواتير البيع وبيدخل لي فواتير الشراء. فمن خلال الواقعة ديت احنا طبعا بنعرف مين البائع ومين المشتري، لأن مدخلات فرد أو شركة هي مخرجات شركة أخرى أو فرد آخر. فبالتالي بروح بعمل أنا نظام مطابقة بعمل نظام مطابقة بين الفواتير اللي صادرة من شخص مع مدخلات شخص آخر، ومن خلال المقارنة بعرف إذا كان هو تم إدراجها كمبيعات أم لا. طيب دايما لما بنروح مكان بنبقى عايزين نشوف التزام بتعقيم التطهير، التزام بالإجراءات اللي المفروض الكل يلتزم بيها دلوقتي، ممكن أعرف هل في أي يعني تعليمات للتعامل مع الموقف الحالي إذا ما كان في تعامل مباشر، ولا الأمور متسابة للموظفين؟ طيب احنا فقدنا التواصل باستاذ رجب محروس مدير عام البحوث الضريبيه. انا بشكره طبعا على كل الاجراءات اللي قالها وكل كمان التيسيرات الاحترازيه اللي المصلحه بتقدمها للممولين. احنا هنكمل كلامنا مع استاذ رجب بس بالتليفون، فقدنا التواصل عبر الصوره. استاذ رجب يعني هكمل مع حضرتك الحديث عن التعليمات اللي ممكن تكون موجوده لكل شخص في المأموريات، لأي شخص ممكن يعني الفرصة تاخده أنه هو يتعامل بشكل مباشر مع الناس علشان نتجنب أي مخالطة أو نتجنب أي مشاكل لا قدر الله. إجراء حضرتك اللي موجود حاليا إن أنا عندي عدد العاملين في كل حجرة قليل جدا، يعني اتخفض للنص زي ما حضرتك قلتي. لما بدخل حد ما بدخل يعني هو فرد واحد اللي بيخش داخل الاوضه مع مع القائم بالعمل. فهنا زي ما الاجراءات الاحترازيه بتقول ان انا التباعد بيني وبينه مترين او متر ونص، يبقى بيبقى الحديث
بينه وبين المتلقي للخدمة أو مؤدي الخدمة تمام متر ونص. دي أول إجراء اعتراض. تاني حاجة في لجنة مشكلة بمكتب رئيس المصلحة تمام لمتابعة كافة الإجراءات داخل الإيه؟ داخل المصلحة. تاني حاجة تم توزيع مطهرات ومتابعة من الإدارة العامة للعلاقات العامة وإدارة خدمة المواطنين موجودة بتتابع داخل كل مأمورية باليوم. كويس قوي. وفي طبعا نفس الكلام طبعا في مكتب رئيس المصلحة في حد واقف بالجهاز بيقيس درجة حرارة أي شخص قبل ما يدخل المكان. طبعا دي كلها إجراءات احترازية في تعقيم طبعا من خلال الخدمة اللي موجودة داخل أي مأمورية. تمام. كتطعيم يعني. يلا ان شاء الله يعني ما يبقاش في اي مشاكل والامور تتم على خير. بشكرك استاذ رجب محروس مدير عام البحوث الضريبيه على القراءه في كل التيسيرات والمجهودات كمان اللي مقدمه في الفتره الحاليه للمواطن في عمليه التحصيل الضريبي وللمنشات كذلك. شكرا جزيلا لحضرتك.